نشوف شهاب بقى توريدات. يا توريدات توريدات، انتوا المنصه اللي بتربط المقاولين بموردي مواد البناء. من اكتر نقاط قوتك حسب لجنه التحكيم هي ان عندك فرص كبيره للتوسع، وانك بتثبت اسعارك لمده 3 اشهر، ودي حاجه طبعا صعبه بس عظيمه، وان عندك فرصه انك تعمل تمويل متناهي الصغر لصغار المقاولين، وده هيزود دخلك. لكن من اكثر التحفظات ان قدامك تحدي كبير في الاستمرار على مسألة تثبيت السعر، وانا قلت لك ان ده صعب، وانكم ما توسعتوش في خارج القاهره، وفي قلق من الموديل وامكانيه التوسع في ظل الموديل البيزنس موديل ده، وان ما فيش ما يمنع ان اي حد يجي بكره صبح ينافسك. ما عندكش تكنولوجيا استثنائيه بتخليك يعني استثنائي. ردك في دقيقه. طيب هو بالنسبه لموضوع التكنولوجيا في الاول، هو الكور بيزنس بتاعنا مش التكنولوجيا، هو الكور بيزنس بتاعنا هو الاوبريشن في الباك اند طبعا. لان التكنولوجيا هي ريبليسبل، بس كمان علشان الاندستري تقدر يعني تمتص، لا ناس كتير جدا تعرف تلعب نفس اللعبه، لانها اكبر بكتير من ان بلاير واحد يعرف يعمل كده. بالنسبه لخطط التوسع، احنا عندنا فرصه كبيره جدا في التوسع. احنا ابتدينا بس في محافظات في القاهره الكبرى، نقدر نتوسع لمحافظات تانية كتير جدا، ده توسع جغرافي. نقدر نتوسع كمان لبلدان مشابهه زي بلدان مصر اللي هي الاسواق فيها مش فورمالايزد. نقدر كمان ان احنا نقدم فاينانسنج اوفرنج كويسه جدا للشركات الصغيره ومتوسطه الحجم، بحيث ان ده يكبر العائد الربحي بتاعنا ويحسن المارجنز بتاعتنا كمان. بالنسبه لنقطه ان في كذا شركه تقدر ان انا تريبليس مي اول على طول، للاسف مجال المقاولات هو مجال لم يتم رقمنته حتى الان، هو متاخر جدا في الحته دي، وعلى اساسه البدايات حتى لو كانت شركه 2-3 السوق المصري. وقتك خلص، معلش انا هكون يعني حاسمه في هذا الامر.